طول للشحات، الشحات لمؤمن زكريا طالع الناحيه الثانيه، احمد رؤوف بيعملها له فعلا، احمد رؤوف منفرد، احمد رؤوف يا ولد يا ولد، الهدف الثاني لامبي، احمد رؤوف يا ولد، هجمه مرتده نموذجيه لامبي، هدف جميل يعني، هجمات لجونه ضغط بيحاولوا يعوضوا الهدف اللي جه في اول دقيقه، انما بيردوا لعيبه انبي بهجمه مرتده نموذجيه، مؤمن زكريا واحمد رؤوف وكان عبد الله الشحات، ادي مره تانية اتلعبت على طول يا ولد، مؤمن زكريا قاري احمد رؤوف الناحيه الثانيه خدها واحده، والثانيه على طول من فوق عامر اللي طلع بيحطها من فوقيه حلوه، الهدف الثاني لانبي، هدف صعب قوي يعني يحبط من معنويات لعيب الجونه، ادي الهدف الجميل مره تانية يا ولد يا احمد يا رؤوف.